نقدر نتزوج مع وحده متلقه. باسكو علاش؟ ماشي جميع وحده متلقه هي اللي غلطه في حياتها باش لحقت للطلاق. تنجم تكون تزوجت براجل فاشل ما رضاتش بهذيك العيشه، نورمال تقدر تجدد حياتها وتعاود. انا كانسان كراجل نورمال نكسبتي وحده متلقه حاجه عاديه، ماشي يسمى فيها الديف والمرا كي تتلق. حنايا كشعب جزائري نحكو الجميع شغل اللي يخزر فيها ينظر فيها نظره عيانه شويه. المجتمع الجزائري، المجتمع الجزائري بزاف مغلق وما يحبش هاد العفايس. تلقاي دائما يقول لك باللي لازم وحده تكون جامي هضرت مع واحد وكذا، راكي على بالك كون على بالنا كامل. اغلبيه ما كاينش حتلقاي واحد شغل يكون جامي يتزوج ويروح يتزوج بمرأة مطلقه، يا يكون مات مرتو يا يكون هو تاني مطلق تما كابابل تجي عادي. بصح واحد هكايا ويروح يتزوج بمرأة مطلقه ما تشوفيهاش بزاف في المجتمع الجزائري، ويحسوا باسكو يشوفوا مرأة مطلقه بين قوسين حاجه عيب. هنا المجتمع الجزائري كيشوف المرأة المطلقة بخزرة ما ماشي مليحة. شغل دايما يقول لك هي غلطة وتقدر تصبر في دارها كما كنا نصبروا كلي. وكاين شي رجال دو كيف كيك على بالك يشوف كيف كيف مرأة مطلقة ما يشوفها شغل فارسة براك يلعبوا بها. وعندنا في العائلة الجزائرية شغل كيف كيف اليمات والوالدين صعيب باش تقنعهم تاما باش تزوج بنت باش تزوج مرة مطلقة. وكانت تطلق بنتهم تجيهم عادي، تسمى بنتهم زعما كي تجي يخطبها وتكون مطلقة يجي يخطبها واحد تجيهم عادي. بصح لو كان وليدهم يروحوا يتعجبوا وحدة مطلقة وشغل شافها بلي بنت فاميليا يقول لك لا لا ما تزوجش بوحدة مطلقة. شغل هذه عقدة ما تقدرش كيما السيد في السرعه تقول لهم فهموني يقول لك لا لا انا بنتي شغل نعرفها الاخرى لا لا قبيحه ما تقدرش تدخلها لهم في راسهم. من جميع تقول له دوك وحده مطلقه يشوفها ديريكت بخزر عيانه. بار كونت الله غير طيح في نساء مطلقات غير خير ما دول من يدوروا شغل خير ما تروح تعرف وحده وماك تزوج تقول انا تحت على راسي تلقى بالك خير منها. نقدر نتزوج بوحده مطلقه اذا كنت نحبها انا نقدر نتزوج بها اختي ونقدر ندير امبوسيبل على جالها. وشنو مراه مطلقه ما لا ما تزوجش ما عندهاش مكتوب تتزوج نورمال وتلقى الراجل اللي يحبها وتلقى الراجل اللي يرفضها. برك هي تكون انتيك معاه ويكون انتيك معاها ويترافدوا بيناتهم ويقول لك مراه تجيب خيرها وتروح بشرها كي شايفها بيبري كيفاه يا خو. نقدر نتزوج واحده مطلقه وعلاش لا؟ مكانش اللي ما تغلاش اللي ما تندمش كل وحده والظروف تاعها دورها. وما تلقاش الضغط زعما من المجتمع ولا من لافامي ولا من الوالدين. وعلاش ولا والدي يرضى وكامل و ما شان فهمك دوكا طفله زعما تزوج تطلق سما ما تعليم اللي تطلق سما ما تعاودش تتزوج نورمال دوكا. دوكا كاين اللي يقول لك لا لا ما عنديش حدا مطلقه وعندها دراري من نفسها يقول لك مليح تاجر عندها هذا ربي سبحانه. كاين اللي تفرض عليه العائله تاعو تقول له ما تزوجش مرأة مطلقه خصوصا اذا كان هو ماشي مطلق ولا هكذايا. دوكا حاليا في وقتنا الحالي حتى الرجال المطلقين وراهم ما يقبلوش الزواج من مرأة مطلقه. اما بالنسبه للجانب الشرعي الشريعه الاسلاميه الامر عادي جدا يعني ربي ما قالش امر كيما هذا انه المرأة المطلقه، بالعكس حتى انه ربي شرع التعدد باش حتكون داخله فيه حتى هذه تاع المرأة المطلقه. وعلى هذه المطلقة هذه نرموها على ولا كيف؟ في المجتمع هذاك واحدة طلقت خلاص ندفنوها ولا كيف؟ مطلقة عندها حق بالك الراجل هذاك اللي طلقت من عنده عيال دوك حنا ماشي المرة نلعبوا عليها كلش ماشي مليحة المرة والراجل ثاني عنده دور ولا كان راجل أفعل المرة تولي فحلة ولا كان راجل عيال المرة ثانية تولي تخش عليه عيانة. باسكو الراجل هو الصح هو المسؤول على الرجال القوانين على النساء ربي قالها ماشي انا اللي قلتها. مامون يديس كو كونت اون نيم اون شوازي با سي لا سيونس. ولكن المجتمع تاعنا واعر احنا الجزائريين رجله بزاف رجله وكاين واحد اللغز ثاني خلاه واحد مرحوم الله يرحمه يقول لي يا رجل نوصيك المراه المتلقه ما تاخذهاش غير تدور عنها تطبش وتقول لك راجل الاولاني كيفاش. كان مطلقه من المطلقه الاخت اذا اخذنا يعني اسباب الشرعيه اذا كانت طلقت لها امر فاشل ما جاء خطا من الراجل يعني راجل فاشل فتستطيع لماذا لا؟ ولكن تكون يعني
اغتابت يعني وتكون متدينة لصالح التربية الأولاد. إذا كان لأسباب زعما أسباب من الراجل، يعني إذا كان راجل فاشل إذا كانت متدينة نستطيع المال يعني ماشي مشكلة. وما تلقاش الضغط زعما على باباك ويماك ولا المحيط عايش فيه، كان يقول لك لا ما تزوجش بها. لا أظن إذا كان السبب يعني الطلاق تاعها يعني الشرعي لأسباب كي تعرف الأسباب ما كاش مشكلة أختي. عادي نورمال، المرأة عادي مراك شغل ما كتبش ربي، تفرقت هي وراجلها هذا، انت شغل طرح ربي بيناتكم، حبيتها والله عجبتك والله ليسونسييل، تولي انت تعيش معها حياتك نورمال، تعاودي هي حياتها وانت تعاود حياتك ونورمال عادي. انت باغ اكزومبل نقولوا زعما تروح تزوج مع وحده في القمر، ما حنا كان حتى ما تخافش الضغط اللي ديال المجتمع ولا الوالدين ولا العائله. انا ما ناكسبتيش المجتمع في حياتي ولا العائله ولا الوالدين، باسكو زوج كيما يحبوا بعضهم ما فيهاش هذه تاع العائله والوالدين. اللي حبك يدير كلش على جالك، واللي تحبك يدير كلش على جالك، سما ماشي لازم تولي دنك للمجتمع، باسكو المجتمع تاعنا ما يرحمش. وقد ما دير راه يهضر مطلقه ولا مش مطلقه، سي بور سا ما دنكش للمجتمع، عيش حياتك، ليسونسييل هي مقنعاتك وانت مقنعها وتعيشوا حياتكم نورمال عادي. هذا مكان برك ربي يبقى عليك السلام.